أهلا بكم مشاهدينا من جديد. كشف مدير معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية BIBF أحمد الشيخ أنه تم الانتهاء من مرحلة الأساسات الخاصة بإنشاءات المبنى الجديد للمعهد في منطقة خليج البحرين. وبيّن مدير المعهد إلى أن ميزانية تشييد مشروع المبنى تقدر بنحو 11 مليون دينار. وأوضح الشيخ أنه سيتم طرح ماجستير فنتك بعد موافقة التعليم العالي قريبا، وستكون الشهادة الأولى في هذا المجال في المنطقة وليس فقط في البحرين. كما أشار إلى أن المعهد يقدم فرصة تدريب والتطوير للصحفيين البحرينيين لزيادة كفاءتهم وصقل مهاراتهم الصحفية. والآن مشاهدينا نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. نواصل النشرة الاقتصادية مشاهدينا مع فقرة إغلاقات البورصة لنهاية تعاقدات هذا اليوم، ونبدأ مع بورصة البحرين حيث أقفل مؤشر البحرين العام تداولات اليوم بتراجع بنسبة 0.43% مقفلا عن مستوى 1515 نقطة، وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع البنوك التجارية وقطاع الخدمات. وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 5,146,000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 914,000 دينار تم تنفيذها من خلال 88 صفقة. وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع البنوك التجارية. أما بالنسبة إلى إغلاقات بقية البورصات الخليجية، نبدأ مع السوق المالية السعودية التي أقفلت عن مستوى 8,785 نقطة بانخفاض نسبته 0.12%، ونتحول إلى مؤشر السوق الأول في بورصة الكويت الذي أقفل على ارتفاع تجاوز ثلث نقطة مئوية. وننتقل إلى سوق أبو ظبي للأوراق المالية الذي سجل تقدما نسبته 0.25%. أما سوق دبي المالي تقدم بنسبة 0.82%. وأخيرا سوق العاصمة العمانية مسقط الذي أغلق على ارتفاع نسبته 0.04%. شهد ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والرئيس الإندونيسي يوكو ويدودو توقيع مذكرة تفاهم في مجال البتروكيماويات، كما وقع البلدان على اتفاقية إطارية للتعاون الاستراتيجي في تطوير مشروعات النفط والغاز. وتناولت جلسة المحادثات سبل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إندونيسيا، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية وام. أعلنت شركة إيني الإيطالية بدء الإنتاج من امتياز تنمية جنوب غرب مليحة في الصحراء الغربية المصرية. وقالت الشركة إنه يتم إنتاج النفط من خلال بئرين بطاقة إنتاجية حوالي 5,000 برميل يوميا، متوقعة أن يصل الإنتاج إلى 7,000 برميل في سبتمبر المقبل. وتمتلك إيني من خلال شركتها التابعة أيوك 50% من امتياز منطقة غرب مليحة، فيما تعود 50% الأخرى للهيئة العامة للبترول. وتتولى شركة عجيبة للبترول عمليات التشغيل والمعالجة. وتمت اكتشافات نفط جنوب غرب المليحة في عام 2018، ومن المخطط حفر آبار استكشافية أخرى على الآفاق القريبة داخل منطقة الاستكشاف. مشاهدينا النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل. عدد مستخدمي تطبيق سناب شات يتجاوز التوقعات وإيرادات الشركة تقفز إلى 48%. أعلنت مفوضة التجارة في الاتحاد الأوروبي سيسيليا مالمستروم استعداد التكتل لزيادة الرسوم الجمركية على سلع أمريكية بقيمة 35 مليار يورو في حال فرضت واشنطن رسوما على السيارات الأوروبية. وجاء تحذير المفوضة الأوروبية بعد أن أعلنت أن المساعي التي تبذلها أوروبا والولايات المتحدة لمحاولة التوصل لاتفاق تجاري تراوح مكانها. وشكل التحذير الذي أطلقته مالمستروم أمام النواب الأوروبيين تذكيرا بأن التوتر بين ضفتي المحيط الأطلسي لا يزال كبيرا، رغم أن الاهتمام منصب على الحرب التجارية القائمة بين الصين والولايات المتحدة.
أعلنت شركة هواوي الاستغناء عن أكثر من 600 عامل في الولايات المتحدة مع استمرار القيود الأمريكية على الشركة الصينية. وكانت الولايات المتحدة أدرجت هواوي ضمن قائمة الشركات التي تهدد الأمن القومي وحظرها من شراء المعدات والمكونات من الموردين الأمريكيين. وقالت هواوي إنها خفضت أكثر من 600 وظيفة في فيوتشر واي، وهي شركة تابعة للبحث والتطوير مقرها في الولايات المتحدة. وألقت الشركة الصينية باللوم في خفض الوظائف على تقليص العمليات التجارية بسبب القيود الأمريكية. والآن مشاهدينا نترككم مع أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية. وفي آخر أخبارنا، تجاوزت إيرادات سناب شات تقديرات المحللين بعدما ارتفعت بنحو 48% خلال الربع الثاني من العام الجاري، كما زاد عدد المستخدمين بفارق كبير عن التوقعات. وكشفت الشركة الأمريكية المالكة لتطبيق سناب شات أنها حققت خسائر بنحو 255.17 مليون دولار في الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو الماضي، مقابل خسائر بقيمة 353.31 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2018.